فلاش سبور. أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. البارح مدرب منتخبنا فوز البنزرتي أعلن قائمة اللاعبين المدعوين لاستعدادات منتخبنا لمواجهة منتخب مدغشقر يوم 5 سبتمبر القادم في ملعب رادس 8 متاع الليل، ثم مواجهة ثانية ضد المنتخب الغامبي يوم 8 سبتمبر في المغرب ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025. أذكركم بقائمة اللاعبين اللي وجه لهم الإطار الفني للمنتخب الدعوة. البداية بحراسة المرمى ثلاثة حراس مرمى هما البشير بن سعيد، أمان الله مميش وعلي جمل. خط الدفاع يان فاليري، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، علي العابدي، رائد بوشنيبة، ديلان برون، نادر الغندري وحسام بن علي. وسط الميدان الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، حمزة رفيعة، محمد علي بن رمضان، الفرجاني ساسي، عيسى العيدوني. خط الهجوم الياس سعد، يوسف المساكني، سيف الطيف، سيف الجزيري، علي يوسف، هيثم الجويني، مرتضى بن وناس وبلال المجري. بعد القائمة بعض الملاحظات. أول مرة بلال المجري مع المنتخب الوطني التونسي، بالإضافة لحسام بن علي. بلال المجري لاعب الملعب التونسي، حسام بن علي لاعب النجم الرياضي الساحلي، ورائد بوشنيبة ظهير أيمن الترجي الرياضي، مع عودة عديد الأسماء كما حارس المرمى علي الجمل، عودة الفرجاني ساسي، عودة يوسف المساكني، عودة علي يوسف، في المقابل غياب بعض الأسماء كما إلياس العشوري، خاصة إلياس العشوري اللي كان موجود في باستمرار في آخر استحقاقات المنتخب الوطني التونسي. تواصل الغياب حنا بعل المجبري. هات نسمعوا فوز البنزرتي شنو حكى على مقاييس اختيار قائمة اللاعبين. والله العظيم لي كريتير احنا برديكمون 90% منهم سيانتوفيك كنا شوازي، خدينا معناتها باز دو دوني، لي باز دو دوني نتاع تو لو جوار برديكمون 55 اي ميم بلوس يمكن 60 ملاعب. حلمي وليد زون بوكو ترافاي، ماشي خرجوا معناتها كي اي لي مير سو بلان تكنيك تكتيك فيزيك، معناتها خرجناهم كل بار هو خطر ليمناسيون بور افوار معناتها دوما لا كونفوكاسيون اي لا كونفوكاسيون ميم لا كونسي اكزيست. فما شكون الاول وفما شكون الثاني، معناتها حسب الاستاتيستيك، من الاستاتيستيك معناتها من الكرة ما سيانس دكت فهمني هذيك بكمونا تشوزي دونك ماش من راسي ولا من هاتشي سيتان ترافي كل ديال كنا ترافي انصاب الناس كل مع بعضنا وخرجنا معناتها لي ميور اكتيالمون اي سيرتو ما تنساوش ان فينومين كي تري امبورطون خلي الستاتيك القريب. القائمه مفتوحه سي فوز ديما مفتوح لاكتيال خطر ديما مفتوح القائمه فهمتي نو زافون دي باز دوني شيك تو لو جوار فما حتى ملاعبيه حبينا نجيبوهم تونس ما حبوش تصل بهم انا برسونال ما متبرمهم ما عندهم رغبه دونك ريست جوزو. هذا كان تصريح فوز البنزرتي. الحديث على مقاييس اختيار قائمة اللاعبين، وقبل الندوة الصحفية وقبل الإعلان على قائمة اللاعبين البارح تم تقديم الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، وطبعا الجديد قيصر يعقوبي مدرب مساعد للناخب الوطني فوز البنزرتي مكان مهدي النفطي اللي تم تعيينه في وقت سابق ضمن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. وعاود نذكر أن منتخبنا يواجه يوم 5 سبتمبر يواجه منتخب مدغشقر 8 متاع الليل في ملعب رادس ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، وأيضا مباراة ثانية في المغرب يوم 8 سبتمبر القادم. جاهزيت لاعبينا، واحد من بين الأسماء الموجودة في قائمة فوز البنزرتي محمد علي بن رمضان اللي خاض البارح مباراة الدور التأهيلي لمسابقة اليوروبا ليج مع فريق فرينك فاروش المجري. فريق تأهل بركلات الجزاء بعد التعادل مع بوراك البوسني في مباراة الإياب 1-1. محمد علي بن رمضان كان بديل، دخل في الشوط الثاني وسجل ركلة الجزاء الثانية لفريق المجري.
إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وتعيينات مباريات الجولة الأولى بداية بدفعة أولى يوم غد 4:30 متاع العشية. النجم الرياضي الساحلي يستضيف الأولمبي الباجي، نجم المتلوي دون حضور جمهور يستضيف مستقبل سليمان، وفي بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف النادي الإفريقي. آخر مباريات الدفعة الأولى 7:00 في ملعب رادس، الترجي الرياضي يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين، وفي مباراة يوم غدا الترجي باش يتسلم رمز البطولة اللي كانت حصل عليها الموسم الفارط. الدفعة الثانية من مباريات الجولة الأولى نهار الأحد 1 سبتمبر 4:30 متاع العشية، وتغيير في مكان إجراء مباراة الترجي الجرجيسي لملعب التونسي. المباراة باش تلعب في ملعب مصفى الدوري في ميدون بجربة، بقيت المباريات في زويتن شبيبة العمران قواف القفصة، نادي البنزرتي في ملعب بنزرت يستضيف الاتحاد الرياضي مونسيري، وفي ملعب جابس مستقبل جابس يستضيف النادي الرياضي السفيقسي. إلى آخر أخبار الانتقالات، الاتحاد الرياضي بتطاوين بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب أعلن جملة من التعاقدات، أعلن ضم أشرف البيداني ظهير أيسر زوز مواسم قادم من أمل بوشمة، أعلن ضم عزيز السكرافي موسم إعارة قادم من السياسيس، أعلن ضم الجناح وحيدة تيمي زوز مواسم قادم من مستقبل يد الليل، صديق النجار متوسط ميدان لمدة زوز مواسم قادم من جندوبة الرياضية، المهاجم نضال بن سالم لمدة موسم قادم من نادي بيشا السعودي، حارس المرمى حسام العربي لمدة زوز مواسم قادم من فريق أولمبيك مدنين، أعلن التعاقد مع الجناح محمد العسكري إعارة لموسم قادم من النادي البنزرتي، وأعلن ضم المهاجم حسني قزمير لمدة 3 سنوات قادم من جمعية أريانا. الاتحاد الرياضي ببنقردان بدوره أعلن جملة من التعاقدات، ضم صفوف مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي إياد بروافي إعارة لمدة موسم، أعلن ضم متوسط الميدان الكونغولي جونيور عمر لوسوكو لمدة زوز مواسم، وأعلن التعاقد مع اللاعب آدم بن أحمد لمدة 3 سنوات. فريق شبيبة العمران أيضا أعلن جملة من التعاقدات، أعلن ضم محمد أمين الخضراوي إعارة لموسم قادم من النادي الإفريقي، كيف محمد نيزك الليلي إعارة لموسم قادم من النادي الإفريقي، وأيضا ضم محمد علي العمري المهاجم إعارة لمدة موسم قادم من النادي الإفريقي، بالإضافة للتعاقد مع حارس المرمى أسامة الحنزوري الحارس السابق للنادي الإفريقي لمدة 3 سنوات. فريق قوافل القفصة أعلن تجديد عقد لاعب أسامة الجبالي لموسم إضافي، كيف أعلن تجديد عقد لاعب هيثم مبارك لموسم إضافي. إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، برنامج المشاركة التونسية اليوم الصباح 9:39 ثقة الموعد مع نهائي دفع الجلة مع كل من روعة التليلي وسمر بن كعلاب، 5:00 مروة الإبراهيمي تلعب نهائي رمي السولجان، والسبعة 51 ثقة أحمد بن مصلح يخوض نهائي دفع الجلة. الكرة الطائرة البطولة الأفريقية إناث أقل من 20 سنة، ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي تتويجه باللقب القاري بعد الفوز على المنتخب المصري 3-2. بطولة أفريقيا في تيان أقل من 15 سنة، تونس ستواجه في الدور النهائي مصر يوم غد، ومونديال الناشئين أقل من 17 سنة النسخة الأولى في بلغاريا، المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم مباراة ترتيبية بين المركز 13 ضد منتخب بورتوريكو، مباراة تنطلق نص النهار. هكا نكمل أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء. إشهار.